Das war. Malle. يا زلمه محترق نفسي وعايف حالي. ليه شو بيه؟ يا اخي ما في شغل بالمره ما في شغل يعني. كمان انت صرت عاطل عن العمل؟ لك ايه اذا عاطل عن العمل ما في شغل ولا شيء ولا عم بزهق عم موت حياتي يعني. اخي ما هي الوضع هيك تقيل على الكل يعني مش بس عليك ما وضع البلد. لا انا غير شيء انا وضعي كتير استثنائي يا اخي. طب انه ما عم بتلاقي شيء تعمله؟ لك ما عم بلاقي شيء يعني ما في مهمات ولا عم بعمل بحس حالي غير منتج ما عم بعمل شيء يعني ما عم بقدر اعمل شيء. طب جربت تضرب لك ضربه هون كذا ما ادري شيء مشروع يعني هيك ولا شيء؟ يا اخي غير شي بس ما عم بقدر اعمل شي ما خلص حس حالي هيك يعني عاطل عن العمل. طب لك انت كارثه هيدي كيف عم تطلع مصاري لك كيف عم تعيش؟ لا حبيبي انا عاطل عن العمل عندي معاش. والله انت عاطل عن العمل بع معاش لشو بتشتغل انت؟ شو بك ولو ما انا نائب بالبرلمان.